السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس هذا البسيط غادي نهضر على الماوس، يعني كيفاش الواحد يبدلها ويغير الشكل ديالها. نشوفوا بعد اولا اليوم غادي نهضر على الاشكال اللي كاينه في الويندوز. اول حاجه تنمشيو لامبوستاسيوني، يعني تمشيو لهنا امبوستاسيوني، عندنا اما تمشيو لهادي يعني السيستم القديم. تناخدو الماوس وتنجيو لهنا كتلاحظو بونتاتوري، تنختارو البونتاتوري اللي بغينا. انا هذا جامس كاريكي يعني محطو. هذا درس اخر ان شاء الله، خصني ندير لكم فقط نوجدو باش تسكاريكيو ان شاء الله. اوكي اولا غادي قبل نخرج باش نعاود باش تبقى ديما نفس الطريقة. امبوستاسيوني ونجيو لهنا، عقلو مزيان. هادي اتشيسيبيليتي يعني هاد الرمز هذا، يعني فقط نتبعو الرمز في الويندوز ديتشي. ونجيو للماوس، يعني منين نفتحو نجيو للماوس. غادي نعاود يعني درنا مشينا هنا امبوستاسيوني، نجيو لهنا ونجيو للماوس. تتلاحظوا يعني نختار مثلا هنا او تبدل عندي، نختار هنا اكبر يعني الحجم، هنا الديمونسيون يعني الحجم، وهنا الشكل يعني الكولور اللي تبغاه. كاين هاد اللون الاسود او اللون الابيض او اللون الشفاف، يعني الا اخترت هذا تتلاحظوش، لاحظوا يعني بحالو اسود، لاحظوا بانه تبقى اسود ما تيتغيرش اللون ديالو. لاحظوا اللون الشفاف انه تيتبدل اللون ديالو مع، لاحظوا يعني ستبقى مسألة ديال اختيار ديال اي انسان. اسيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش دائما من الدعاء اولا والمشاركة ثانيا، ولا كان عندكم شي سؤال او محتاجين شي حاجة من شي موضوع محتاجين ليه، فقط كتبوا الكومنت وصيفتوا السؤال، نحاول نجاوب في اقرب وقت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.